سيادة العميد قطيشة، فعليا اليوم إذا ما أردنا أن نناقش شكل الرد المطروح لحزب الله وسط كثير من الأنباء والإشاعات التي تقول أنه قد يقوم بعملية اغتيال ردا على عملية الاغتيال، وأيضا قدرات حزب الله من ناحية المواجهة مع إسرائيل هنا، ولا نتحدث مواجهة داخلية، يعني هل يمكن أن يعني هل المعلومات كافية لنفهم فعليا قدرات حزب الله وإمكانيات الرد؟ إمكانيات حزب الله لا تزال كمنظمة يعني سرية، إمكانياته سرية. يقول أن لديها عشرات الآلاف من الصواريخ والمسيرات، ولكن أثبتت هذه الصواريخ وهذه المسيرات على مدى 10 أشهر من الاشتباكات بين الحزب والجيش الإسرائيلي أنه بالإجمال يستهدف القواعد، أو بالأحرى المراكز العسكرية القريبة جدا من الحدود. و خلال 10 أشهر كان سمعنا يعني بوسائل الإعلام أنه دائما أكثر من 20 مرة مثلا يستهدف نفس الهدف. لذلك أنا أعتقد إمكانياته محدودة بهذا الشكل. إنما في عالم السرية والاغتيالات، هل هو قادر أن يحرك جواسيس وعملاء له داخل الكيان الإسرائيلي لاغتيال بعض القادة سواء كانوا عسكريين أو مدنيين؟ هذا بحث آخر لا يمكن لأحد أن يتكهن به، أو أن يغتال أو يتعرض للسلك الدبلوماسي الإسرائيلي في الخارج كذلك الأمر، هذا لا يمكن التكهن به. ولكن أعتقد أن حزب الله اليوم كما سبق وقلت لا يريد التصعيد، لأنه هذا ضد استراتيجيته بالأساس، ضد استراتيجية الحروب الشاملة. إمكانياته الصواريخ والمسيرات محدودة جدا، إنما إذا أراد أن يصعد قد يوجه بعض الصواريخ إلى في العمق الإسرائيلي لقتل المدنيين، ولكن هذا أنا أستبعده، لأن حزب الله في المرة الماضية بال 2006 قال لو كنت أعلم ما عملت، إنما هذه المرة هو يعلم. وأعتقد بأنه خلال هذه 10 أشهر عرف جيدا أن الإسرائيليين حتى داخل حزب الله يقتلون له قياداته كل يوم، حتى الذين يصعدون في دراجة أو في أي سيارة بشكل فردي يغتالون. معناها أنه مخروق جدا من الاستخبارات الإسرائيلية، وهذه نقطة ضعف كبيرة عند حزب الله. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت النائب السابق في البرلمان اللبناني العميد وهبي قطيشة.